عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا كتير كتير جدا جدا. النهاردة جايين معاكم بايه؟ بتحدي قوي جدا جدا جدا. تكسبني هتكسبني ما تقلقوش. بلاش يا ماما بلاش. هتكسبني انا عارفة، ومع اني بطول في يوم ما باكلش، بعد استنى في اليوم ده باكلش فيه خالص. التحدي بتاعنا النهاردة على 10 سندوتشات. 10 سندوتشات ايوان، كل واحد خمسة وكل واحد ثلاثة كبدة واثنين مخ، والمخ ده في البيت والكبدة دي في البيت، والله العظيم أحلى من كبدة المحلات. شايفين؟ والله العظيم بصي، شايفة الكبدة؟ شايفة الكبدة؟ شايفة طبعا يا جعانة يا جعانة. وعيني الساعة 9 دلوقتي. يلا بينا دلوقتي ندخل على التحدي ونقول ايه؟ 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أنا هخلي المخ للآخر عشان أنا بحبه بصراحة، فأنا هحل بيه في الآخر. بسم الله. التحدي بتاعنا النهارده مش على طايب، يعني دي سندوتشات. لا بس متطولين وخمسه تحفه. حاجه هتهمني هنا فوق. سندوتشات كبده ومخ، يعني فلفل اخضر بصراحه. هلا كل ده خلي بالك حته حته. شايف الكبده المستويه عامله ازاي؟ تحفه. بذمتك ان هو مش احلى من بتاعت المحلات؟ ده جميله. انت لسه بتحينه؟ بتحينه؟ لا مش لسه بتحينه، بس الطحينه حطيت لك معاها عشان لو انت عايزه. بس انا بصراحه بحب جنبيها فلفل اخضر. جرب الطبق بقى. جرب الطبق. وزيت طماطم مقطعه للي عايز. كان نفسي اخدها لكم بوقت عشان تقعدوا. فين الناس اللي بتحب فيديوهات القصم؟ في فيديوهات اصلا من الناس ما بيقعدوا يعني بياكلوا اصوات بس. لا بيبي اسمع فيديوهات القصم بيزعجني. لا انا مش مخلصاها، انا عاملاها ورده. عطليني بقى. ها عطليني على فكره. قطعيها يا ماما. نار تحفة. انتي بتاكلي القرن الفلفل بالشقلب؟ كل ماما كل ماما بصليش. كنت لسه بدي حد. انا هشغل لكم التايمر عشان تخلصوا بسرعه. تصدقوا الطحينه حلوه. بس كنت عايز تيكت ملح. خليها طيب. لا طيب احسن. خلاص الكمية مش ينفع بجد. مش قادر اتفهم. بس انا عايز اقول لكم ان انا من الناس اللي بحب قوي الكبده والمخ. بس هو الاكل جميل جدا، وان انا طبعا كلت قبليهم. عارفه انا يا قلبي والله، بس انا حاسه انه كان عايز سكيت ملح. لا هو حلو كده والله. ما اعرفش يمكن كل واحد يختلف بقى عن الاحساس بتاعه. لا جميل الطحينه جميله. هو الاكل كله جميل، بس كان عايز سكيت ملح. مش هو ايه حلو. ايدي كده. عارفه انا يا قلبي حتى بره في المطاعم بيجيبوا لك ملاحه وفيها ملح وكمون، علشان يعني في ناس ما هو لازم يعمل بالذات الكبده والمخ لازم تتعمل كده. في ناس بتحب الملحه مظبوط، في ناس بتحب ملحها عالي شويه. انا بحب حاجه انت بتحب الحاجه ملحها عالي شويه. لا بحبها متحيقه، عارفه اللي هو ايه فوق الطبيعي بسيكه كده بسيطه. احس كده باكل حاجه متحيقه، مش هبقى لا كده ولا كده. لا ضل الملح ولا ضل ريحته. لا 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 لا
انا زمان كنت بعشق اكل بره، بقالي 10 سنين بعشق اكل البيت. البيت هو اكل بره دلوقتي بقى في ناس كتير قوي بتبطلوا بتاكلوا في البيت، بس هو الحاجه الوحيده اللي ما بتعرفش تبطلها اللي لما تاكل في وسط اللمه بقى او الصحابه يعني. هو ده اللي ممكن الواحد ليه يا حبيبتي نجيبهم ونعزمهم في البيت، ايه المشكله يعني؟ لا لا، اكل بره اللي طعمه خالص يختلف عن البيت. حتى لو هتاكلوا سندوتشات جبنه بس بتختلف بره سبحان الله عن البيت. لا هو ربنا بيحل اكل بره لان ده رزق طبعا، مش قصدي على محلات، انا قصدي على اللمه كمان، انك بتاكلي مع اصحابك ده بيبقى متعه. خلصنا بقى. ماما متوترة عمالة رجلها تتهز. انا هشغل التايمر كل ده يخلص في دقيقة. تمام؟ دقيقة؟ لا عشان هي مش التحدي. لا انا مش في التحدي. وانا في التحدي ما حدش عندي. قريبا نعمل لكم تحدي انا وروما. ان شاء الله. بس هكسبك. مين جعان ورايا؟ اللي بياكل بيقع مني. هكسبك. ما بلاش قوي يعني، ممكن اكسبك ممكن. لا سمية ما شاء الله اكبر عليها، جبارة في التحدي، ما حدش بيقدر. مش حاجة جابتني مرة النهارده ده. على فكرة لو عايزة تستسلمي انت عادي مفيش مشكلة. انا لو منك يا ماما ارفع المنديل الابيض. عايزه تسلمي سلمي براحتك على فكره. لا لا عايشة يا ماما كملي، بس خسري. اه ماما ما تستسلميش. ليه بقى؟ اخسر مش عارف. ايوه الخساره قضاء وقدر، اما انك انت تنسحبي فده من اختيارك. وانا ما بحبش انسحب قدام سمية عشان وشك ده. وانا مش هنسحب. شاطر يا ماما. انا هتمني اهزم بالاخر للاخر للاخر. انت خسري اول كده، ما تنسحبيش. لان انا ما بنسحبش. لما بخش في المخ طعمه تحفه. لما بخش في اي مباراه بتمني لغايه ما انهزم. العقاب بقى هيكون ايه؟ انا خليني اروح انا اجيب كيلو مخ 300 جنيه. ماله المخ في البيت ده والله العظيم عسل. العقاب هيكون ايه؟ العقاب قبل التحدي لازم نحط العقاب بعد كده. قشطه لهمس ليني عشان انا بحاول اعمل الكبده والمخ، بحاول اعطلك عشان امي تخلص. انت يا امي لسه تقطعي حته حته، حط سندوتش في بقك على طول. سمية غطسانة في المخ بجد بجد، بحب المخ قوي قوي. سمية وهي بتحمر المخ عماله ترقع في وشها، وقولها ده العجل ده زمان مخه كانت ناشف او كان غبي يعني، المفروض ان هو بيتحمر. لا هو شكله كان غبي عمال يترقع في وشها. المخ من الاساس جميل قوي. استني يا سوس. استني يا حبيبي في ده. احكي لي قصة. احكي لي قصة قبل مريم. احكي لي موقف كده يا تودا قبلك عن المخ. عن المخ؟ ان في ناس ما عندهاش مخ. يا شيخة. حلو. بس المخ ده يشبه ايه؟ سبحان الله المخ ده كله طعمه ايه؟ حتى مخ الفريخ طعمه ده مخ. لا في مخ، مخ كده ليه طعم كده مميز. يعني هو تاكليه مخ ما فيش مخ، عشان مخ تخيلي مخنا يكون طعم ايه اللي انا بقوله ده؟ تخيلي مخنا يكون نفس طعم مخ العجل مثلا. اه هيكون نفس الطعم. نفتح دماغك ونجرب. خدي ده انا لقيتي عندي مخ اصلا. طار طار خلاص مبقاش فيه. بس بجد تفتكري يكون مخنا؟ انا رايي زينات صدقي في الفيلم بتاع حته من عند الجزار وحته من عند النجار طار طار افهم يا حمار. ده كان فيلم حلو قوي بتاع البنت اللي هي استغفر الله نجده باش دي
لا شو شو تحفة. انت تستني بقى. مش انا قلت لك انا جاي النهارده عشان اتهزم. ماما والله بجد طعم حلو قوي. في فرق كبير. لا في فرق. في فرق في السرعات سيدي الرئيس. لا في فرق. مش هقدر اكمل كده في ال كمان ده ازاي؟ انسحبي ازاي بسرعة؟ لا مش هنسحب. انسحبيش يا ماما اخسري وما تنسحبيش. انسحبي. نو. بس يا سمية انسحبي لسه في تورتة. بس سمية انسحبي. عاملة كيكة النهاردة جميلة قوي بس عملتها كده شكل تورتة. كنت طعمها جميل. بص يا سمية بعد كده حطي العقاب قبل التحدي عشان الناس ايه خلاص دي هتطير مع المخ هيطلع لها مخين زيادة. مخ خلص في كبدة. سمية نعم حد ينادي عليك. مش سامعة. ردي شوفي مين. مش عايزة اسمع. في فرق كتير. سمية في فرق كتير. الله يسامحك انا قلت المزدقان يا ابو المزدقان عتل اهو المزدقان ده كان عربي تطار وقف يا ابو صد المزدقان كان عندي مين مين يا ام اللي قال عليكي مزدقان مين ده اللي استجرى يقول عليكي كده حد قال يعني هي عماله في مزدقان حاسه المزدقان من ساعه ما قال مزدقان اعوذ بالله التطار وقف اعوذ بالله اهو اهو بقى سندوتش بس مش قادر اكمله طاطن طاطن انسحب انسحب يا سماعة على النص الغيبة انسحب يا سماعة انسحب انسحب كملي مش قادرة من جمالك كده تحفة انت مش قادرة تكملي يا سماعة لا ابدا ليش حرامي تيتا بس تيتا بتعمل ايه؟ تيتا بتعمل ايه؟ بص شوف تيتا بتعمل ايه؟ تيتا انهزمت يا تيتا ماشي قولي يلا تيتا تيتا خلاص تيتا مين؟ قولي تيتا تيتا مسهم؟ مسهم؟ تيتا تستحيل مسهم؟ كده كان؟ قولي تيتا تيتا تبلعت مزاك؟ شايف بقى ايه يعني من كتر الاندماج يعني هطلت على نفسي مفيش مشكلة بس استمتعوا بالاكل الاكل يعني متعة اعملوا الاكل بطريقة حلوة واستمتعوا بيه تحفة انا مش قادرة خلاص طب يلا يا سمية يعني طب ايه اصبري ايه اصبري بس مهما تصبري يا سمية مش قادرة خلاص سمية بقى تفضل منها اكل شو تقدر ايه هتخلص هي خلاص انت كده خسرتي اهو مش مهم مش مهم خلاص خسرت خسرت كده برضو اهو باقي منها لقمه يا ماما دي بتبلع بتبلع بالطماطم اهو امي اهو فاضي منك لقمه يا سمية اخد لقمه بقى دي عشان تحس بالجمال الخارج تعملوا ايه؟ عملوا كده اهو؟ تيتا وهم دخلينا في البيت وتبلعوا كده بالطماطم طماطم وتحطوا الطماطم دول بمره في بقكم عشان ينزلوا يسلكوا الحاجات اللي وقفت دي مش قادره اكمل وقفت لما لقيتها هزمتني مش قادره اعمل خلاص وقفت كده لحد كده خلاص اساعدك؟ عايزه مساعده ولا حاجه؟ اعتبريني كلب اعتبريني كلب وكده يا جماعه نكون خلصنا التحدي بتاعنا النهارده خمس ارغفه كبده ومخ وسلطه طحينه وطماطم وفلفل اخضر وحاجه كده عناب بجد طعم خرافه وامي اتهزمت هزمتها
بكل شرف وبكل نزاهة عشان ما حدش يتكلم. اتصرفوا الترابيزة اللي جابت فوق اقول لماما بتعزمت تعرفوا شاطرتكوا ايه. انا كسبت بس المزدار واقف فيه قطر من القطار واقف. طب انت مش عارفه انت عارفه انت كسبتي ايه؟ اه انت كسبتي احلى تلات بنات في حياتي. مايو مايو طبعا طبعا يا حبيبتي يا رب حبيبتي يا كوكا. ويا جماعه العقاب عشان انا امي جميله وانا بحبها عقب عقبي ولا ايه وامي حبيبتي فانا هعاقبها عقاب ايوه بس مش في الفيديو ده ايوه انا هعاقبها يوم كامل كل ما اقول لك على حاجه ما تقوليش الا حاضر هو كده عقاب لا 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 على فكره انا منتصره اعمل اللي انا عايزاه لا العقاب وما تقعدي طول اليوم تعاقبي فيا هو لا انت عقابك يوم كامل انا كل اللي اطلبه منك ما تقوليش عليه لا لا هو لا حاجه واحده تقولي عليها والمرشد لا لا هو لا هو العقاب كده والله كل اصحابنا وحبايبنا عارفين العقاب ده لا, لا هو العقاب ده كل يوم تقولي حاجه اقول لك لا يوم كامل كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي حاضر خلاص يا ماما وهنصور لهم اليوم ده ده العقاب ادي اول حاضر وتنزل عند كارما صحيح اوكي هنقول ايه يا زوكا زوكا نقول ايه الحاضر نقول ايه يا لوحي يا لوحي على حاضر الجميله دي يا لوحي ليه خلاص اصبري اجي هاخدك دلوقتي يبقى زي ما احنا اتفقنا كده عقابك يوم كامل تقولي ايه تقولي ايه تقولي ايه يا كوكا انتي هتقولي ايه يا ماما حاضر شاطره يا ماما لا 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 استني يا سمية قولي كم حاضر اي كم كم حاضر لا قولي كم حاضر ادي اول حاضر منهم لا 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 ماما لا 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 يا ماما هو لا هو يوم كامل اقول لك يلا نخرج تقولي لي حاضر اقول لك يا ماما اعملي خبيزه تقولي لي حاضر اقول لك يا ماما حمري لي بطاطس بالدقه اللي انت بتعمليها تقولي لي حاضر ما تقوليليش تعبانه وما تقوليليش لا ماشي. هو عقابك يوم كامل قاعده معاكي من الصبح لبالليل انا اقول عايزه كذا يا ماما وانت تقولي حاضر حاضر ماشي يا ماما حاضر ده العقاب اللذيذ ده وكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى يا رب يكون عجبكم وانتظروا العقاب يوم كامل ماما بتقول فيه حاضر وعلى فكره ده اكبر عقاب ليها لان ماما مش من الناس اللي بتعرف تقول حاضر ماما تعرف تامرنا واحنا نقول حاضر فكل ان انا اخبيها انا يوم كامل انا اقول حاجه وهي تقول لي حاضر اه ما تعرفوش انا سعيده مبسوطه قد ايه عشان انتوا ما دعوتوليش عشان انتوا ما دعوتوليش ان انا المزلقان الله يزكي المزلقان اهو طبعا انت كنت المزلقان طبعا ما تعرفش امي مغموره منكم قد ايه من اللي كتب التعليق ده يلا الله يستر علينا ودلوقتي هنقول ان لسه حاضر ما اشتركش في قناتنا يعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل من كل جديد واللايك والشير حبوكي جدا 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 في الله وما تنسوش تشيروا فيديوهاتنا مع كل اصحابكم وحبايبكم ودلوقتي هنقول ايه يا ماما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.